ولكن خلينا في البداية نهني منتخب مصر تأهله لنهائيات الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون يناير المقبل يناير 2022 بعد ما تعادل النهاردة يا باشمهندس منذ لحظات مع كينيا في نيروبي 1-1 رفع رصيده مع جزر القمر اللي تعادلت في نفس اليوم أيضا مع توجو بقت مصر وجزر القمر 9 نقاط الاثنين راحوا لنهائيات الأمم الأفريقية عن هذه المجموعة إذا كان منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة فجزر القمر ده أول ظهور ليها في الكان على مدار تاريخها رقم قياسي من ناحية أخرى يعني ونبارك لها الحقيقة لأن في فرق كده وقوة كروية مدغشقر جزر القمر مش عارف إيه عمالين نسمع حاجات جديدة وبيقابلونا بمستويات بنشوفهم بمستويات جيدة وقطعا هيبقى عندهم نجوم محدش واخد باله منهم يعني إنما التأهل اللي حصل النهاردة حصل بالمجهود الذي يتناسب مع الموقف احنا تأهلنا قبل المباراة بتعادل قبل نهاية المباراة مش قبل المباراة بتوجو جزر القمر هي كان يهمنا هو خلاص هو خلى المسألة محتاج انت من الماتشين النهاردة والماتش الجاي نقطة خدتها النهاردة فحسب إذن انت يعني الحقيقة المباراة القادمة على صدارة المجموعة هو ده ولا يعني شيء صدارة المجموعة لأن الكل رايح النهاية الكل رايح إنما هو معنوي وممكن في الرانكينج بعد كده ينفعك اما تكسب كده في ترتيب القوى و مباراة في القاهرة يوم الاثنين في التقييم إن شاء الله. يوم الاثنين هيقدر الكابتن حسام البدري يجرب كل العناصر اللي هو عايزها ويشوف على راحته بقى وما اعرفش هيعمل ايه مع المحترفين من الخارج انما اعتقد ان احنا عندنا نجوم جديدة صاعدة واعدة منتخب مصر طبعا بهذا التأهل حط في رصيده 9 نقاط في جولتي الحسم في البطولة 48 مباراة في 7 أيام مباريات أمس الأربع كانت رواندا أو النهاردة يعني رواندا وموزمبيق 1-0 امبارح تشاد وناميبيا 0-3 إثيوبيا فازت على مدغشقر 4-0 ملاوي كسبت جنوب السودان بقول لك مدغشقر 1-0 وغينيا كسبت مالي 1-0 النهاردة الخميس كانت بتلعب كينيا ومصر وتعادلوا 1-1 جزر القمر وتوجو تعادلوا 0-0 بيتلعب النهاردة كمان جامبيا وأنجولا جنوب أفريقيا وغانا الجابون والكونغو الديمقراطية بوتسوانا وزيمبابوي ومواجهة عربية بين تونس وليبيا وزامبيا بتلعب الجزائر وغينيا الاستوائية مع تنزانيا بكرة الجمعة إن شاء الله بوروندي هتلعب أفريقيا الوسطى وإسواتينا هتلعب غينيا بيساو والنيجر مع كوت ديفوار الرأس الأخضر مع الكاميرون الكونغو مع السنغال وموريتانيا مع المغرب دي مباريات الغد الجمعة إن شاء الله